أهلا بكم. بلغ صادرات النفط العراقية خلال شهر أيار الماضي بحسب إحصائيات شركة تسويق النفط العراقية سومو نحو 111 مليون برميل. وزارة النفط قالت إن حقول وسط وجنوب العراق كان لها النصيب الأكبر، حيث صدرت أكثر من 106 ملايين برميل، مشيرة إلى أن المعدل الكلي للصادرات النفطية العراقية بلغ 3,572,000 برميل يوميا خلال الشهر نفسه، كما أن معدل سعر برميل واحد بلغ 66 دولارا و68 سنتا. دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العقيلي وزارة الكهرباء لإلغاء عقود شركات جباية الكهرباء فورا، وقال النائب العقيلي أنه لا فائدة من عقود شركات الجباية، وهي عبارة عن ممارسات لابتزاز المواطنين والاستيلاء على أمواله دون خدمة حقيقية تقدم لهم، مؤكدا أن لجنة النزاهة البرلمانية ستعمل على إرسال المخالفات لهيئة النزاهة والقضاء بأسرع وقت. تداول سوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أيار الماضي أسهما بعدد 32 مليار سهم بقيمة 14 مليار دينار عراقي، ونظمت السوق 21 جلسة خلال الشهر للتداول بأسهم الشركات المساهمة، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 103 شركات مساهمة، بلغ عدد أسهمها المدرجة 12 تريليون سهم. أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة تراوحت ما بين 13 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد. المكتب الإعلامي للمصرف أكد أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي الدولة لأكثر من 1200 موظف، والذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.